هاي اجين. بالنسبة للفيديو هداك يعني صار في انفصال الفيديوهين، سو انا رح اكمل هاي الصفحه بالفيديو تاني. سو ان شاء الله لما ابعت الفيديو لكم رح ابعت لكم الفيديو تبع هاي والفيديو تبع هاي. سو نكمل لهون عند النقطه رقم 4 اللي هي if you فراغ eaten grass and a disordered surface of the sand you will know that a herd of sheep had passed from there. بحكي لنا إذا بتشوف عشب مأكول وسطح غير منظم يعني مثل التراب، يعني حدا مدعس عليه مثلاً، you will know، رح تعرف إنه في قطيع من الخراف مرقوا من هون. if you see، رقم 4 تكون see، طرف الاف مضارع بسيط، اليو جمع فما بتاخد إضافة سيز. you will also notice، أنت أيضاً سوف تلاحظ the difference between a young traveler's footprint and that of an older one. وأنت أيضا سوف will also notice. Notice معناها يلاحظ. If you see wavy lines, إذا بتشوف خطوط مموجة على الرمل اللي هو sand, you will know then that a snake was there not long ago. يعني إذا بتشوف wavy lines خطوط متعرجة على الرمل أنت راح تعرف you will know. طرف الإف أجاني مضارع فالطرف الثاني راح يجيني مستقبل، إنه في snake مش snack، snake snack يعني وجبة، snake هي ثعبان مرق من هون مش من وقت طويل. أوكي يس يا إذا هون حطينا you will know مستقبل بسيط لأنه أجاني طرف الإف مضارع بسيط. اللي مو فاهم شو المضارع وشو المستقبل يرجع للفيديو الأول تبع شرح الأزمنة للإف كلوز، وهيك بتكون الأمور تمام. So guys if you have any question just write it down and I wish you the best of luck. Goodbye.